ده اللي سد احتياج مصر من الطاقة برضه. كنت عايز يعني ما ملامح هذا المشروع حاليا ولأي خطوة وصلت فيه؟ بس عشان نبقى يعني نضع الأمور في الإنصاف، أنا مش أنا صاحب هذا المشروع. هذا المشروع تقدم به عدة مستثمرين، هو مشروع الطاقات المتجددة وبصفة خاصة الطاقة الشمسية. تقدم به مجموعة من المستثمرين أثناء وجودي في وزارة البترول، مش تقدموا به لنا في وزارة البترول، تقدموا به لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء أحاله إلى لجنة اسمها لجنة الطاقة، كنت أنا مقرر لجنة الطاقة. لجنة الطاقة دي كانت بتضم في عضويتها حوالي 11 وزير، وزير البترول، الكهرباء والطاقة، البيئة، البحث العلمي، الإنتاج الحربي، الاستثمار، الصناعة، التخطيط. هي لجنة وزارية كبيرة كانت بتتكلم على الطاقة، الصناعة، يعني زي ما بقول لك لجنة بتضم 11 وزير. في هذا التوقيت مجلس الوزراء أحلنا 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وده تزامن مع الأزمة اللي كنا بنعيشها من سنة 2011 اللي هي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي ونقص الوقود. فبدينا نفكر في إن ده مش مسألة رفاهية أو نعمل حاجات صغيرة، لا، يجب أن نعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة لأن هي البقية. كل مصادر الطاقة الأخرى نظيفة، البترول ناضج، الفحم ناضج، الطاقة النووية قرار سياسي ومكلف ماديا. يبقى إذن الاختيارات قدامنا، وخاصة في بلد زي مصر الشمس فيها تسطع بنسبة كبيرة طوال العام، فالاختيار بتاع الطاقة الجديدة والمتجددة ده اختيار أساسي، ما هوش اختيار بديل، المفروض يبقى اختيار أساسي. لما بصينا على بلاد زي ألمانيا مثلا، نجد انه المانيا استهلاكها من الطاقه حوالي 400 ميجا وات ساعه، حوالي 400 ألف ميجا وات ساعه. مصر استهلاكها من الطاقه الكهربيه حوالي 25 ألف ميجا وات ساعه، يعني المانيا قدنا في حدود 8 اضعاف. طب نشوف ألمانيا عاملة إيه في الطاقة المتجددة. 20% من الطاقة في ألمانيا، 400 ألف بتوع ألمانيا دول طاقة متجددة، يعني حوالي 40 ألف ميجا وات ساعة. 20% دول طاقة متجددة من 400 ألف، يعني كام؟ حوالي 40 ألف ميجا وات ساعة. تمام. إحنا بقى إنتاجنا كله 25 ألف، يعني ألمانيا من ألمانيا اللي هي يعني لا تتاح لها فرصة الشمس زينا بتنتج قد الاستهلاك بتاعنا كله مرة ونص من الطاقة الشمسية. تمام. هل احنا عندنا اماكن تصلح لهذا؟ عندنا 8 اماكن تصلح لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، منهم اكفأ منطقة في العالم، اكثر منطقة كفاءة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، وهي في منطقة العوينات. وتقدمت عروض مختلفة، يعني احنا لدينا عرض ألماني مثلا، مش لدينا كوزارة البترول، لدينا وقتها كمجموعة الطاقة دي، كلجنة الطاقة، لدينا عرض ألماني بيقول لك أنا آخد 3/4 الطاقة المولدة وأدي لك الربع ببلاش. لدينا عروض صينية وكورية، لدينا عروض تحالف مستثمرين عرب مع مصريين تكنولوجيا امريكاني والماني. في 4 عروض كانوا مقدمين في هذا التوقيت، عملت عليهم دراسة في اللجنة وبعتنا بيهم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء في حينه بضرورة البدء فورا واصدار خطاب
بنسميها او يعني خطاب نوايا او مذكرة تفاهم لكل من يرغب ان يعمل في الطاقة الشمسية ويبتدي الناس تشتغل. الكلام ده كان في ابريل 2013. مشروعات الطاقة الشمسية ليه انا شايف انها الافضل من وجهة نظري؟ المشروع حاليا ايه اللي سبب توقف؟ يعني مصيره؟ الحقيقة انا مش عارف، خاصة اني اعدت تقديمه مرة اخرى لحكومة الدكتور البلاوي ولحكومة المهندس محمود. علمت ان هم عملوا اجتماع من حوالي 6 اسابيع في المجلس الاعلى للطاقة واثنوا على المشروع الكبير فيهم اللي هو مشروع التحالف ده، لان يعني زي ما قلت لك كانوا 4 مشروعات بس هو فيهم واحد كبير. تمام. في ميزة. ايه اللي هي الميزته؟ توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر. انت مش فقط هترص شوية خلايا وتولد منهم طاقة، لا انت هتصنع مكونات الطاقة الشمسية في مصر. وهتعمل زي إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق تصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية، يعني تصنيع الخلايا الشمسية ومكوناتها وتوليد الطاقة الكهربائية. هذه المناطق هتعمل فيها مدينة ومجتمع جديد يسع أكثر من 1,000,000 شخص. تمام. علمت من الاجتماع انه يعني المجلس الاعلى للطاقة كان مبسوط جدا من هذا المشروع ووعد بإنهاء إجراءاته وبصفة خاصة تخصيص الأراضي من خلال التنسيق ما بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان وهيئة عمليات القوات المسلحة تحت رعاية وزير الإنتاج الحالي خلال فترة وجيزة جدا لاستصدار قرار جمهوري بالتعامل مع المشروع ده على إنه مشروع قوي. الكلام ده كان من 6 اسابيع. أتمنى أن يرى هذا الموضوع النور قريبا، لأنه الوضع احنا شايفين قدامنا الوضع. عندنا أزمة مية، حلها تحلية مية بحر، عشان تحلي مية بحر انت محتاج طاقة. عندنا أزمة كهرباء ونلجأ حاليا إلى البحث عن البدائل، أن نستورد فحم وتقوم البيئة تعترض، هنستورد غاز نقوم نقول طب مين اللي هيدفع ثمنه، واحنا عندنا الطاقة الشمسية والناس جاهزين يخشوا يشتغلوا. عندنا الطاقة الشمسية لما تولد طاقة كهربية نبتدي نغير في ثقافة وسائل النقل والركوب، لأنه السيارات التي تعمل بالكهرباء هي أكثر أمانا ونظافة وصديقة للبيئة من السيارات، من جميع أنواع السيارات الأخرى حتى التي تعمل بالغاز، لأن ملهاش عادل وفي نفس الوقت موفرة جدا. كيلومتر السير في العربية الكهرباء تكلفته في حدود من قرش إلى قرشين، كيلومتر السير في عربيات الوقود البترولي تكلفته النهاردة على المدعم تصل إلى 40 قرش، وعلى غير المدعم كيلومتر السير يصل إلى 1 جنيه وربع. فلك أن تتخيل المقارنة ما بين قرشين سير واربعين قرش وجنيه وربع، مقارنة يعني غير عادلة خالص، وفيها حفاظ على موارد الدولة بقى البترولية وفيها إتاحة فرص عمل لملايين من البشر يشتغلوا في مجال تصنيع الطاقة الكهربية من الشمس، ثم الاستصلاح الزراعي، ثم التصنيع الزراعي وتحلية، يعني مجالات عمل. أتخيل إنه هذا الموضوع ده ممكن يبقى أكبر مشروع قومي تشهده البلاد من أيام السد العالي. ولهذا مجلس الوزراء قال إن هو هيستصدر له قرار جمهوري. طب التمويل معناه إيه؟ التمويل كله من خارج البلاد. تمويله كله متاح. مجموعة المستثمرين هم اللي هيتولوا تدبير الفكرة. طب أيهم الأول؟ مشروع الطاقة الشمسية أم الطاقة النووية؟ خلينا نشوف اللي بيحكم هذا الموضوع حاجتين. الحاجة الأولانية
الاقتصاديات بتاع تشغيل المشروع، والحاجة التانية مدى الاحتياج. لما نيجي نتكلم على مدى الاحتياج، انت محتاج كهرباء امتى؟ امبارح. امبارح ها؟ لو اتعاقدنا على الطاقة النووية، على مشروع الطاقة النووية ومضيت عقود تنفيذ، قدامك على الاقل 8 سنين. ولو عملت اسناد لبتوع الطاقة الشمسية قدامك سنة. وهي المخرج ببساطة شديدة. تمام. الفحم من 3-4 سنين، ولكل واحد منهم اقتصاديات تشغيله والاحتياج. تمام. انت مثلا ما تيجي تتكلم على الطاقة النووية هتحط مبالغ كبيرة جدا قد تصل الى 10 مليار دولار. ماشي؟ تمام. بس هتقعد تستنى 8 سنين. وبعدين بعد كده صحيح هتطلع كيلو وات كهرباء ب 3 ساعات ولا 5 ساعات. بس بعد 10 سنين. يعني بعد ما المريض يكون مات. تكون اتحل. الفحم. هتوصل كيلو وات الكهرباء مثلا الفحم مثلا 60 قرش ولا 50 قرش بس بعد 3-4 سنين. الشمس. بعد سنة ب60 قرش بس في خلال 5 سنين تنزل ل35. يعني اذا هو المنقذ الوحيد لمصر هو مشروع الطاقة الشمسية. مفيش اصرار. تمام. اسعار الوقود. الى جانب ايه؟ الى جانب انك تعمل في باقي المجالات الاخرى. يعني انت احنا هنولد شقة كهرباء من الشمس. اوروبا كلها النهارده بتولد كهرباء من الشمس في افريقيا وبتصدرها لاوروبا. هل استفادت افريقيا منها في حاجة؟ ما استفادتش. تمام. لكن احنا عايزين لما نولد كهرباء ندخل الكهرباء او الطاقة بوجه عام عنصر وسيط لزيادة القيمة من الوقت. تمام. يعني انا عايز الكهرباء او البترول او المنتجات البترولية تبقى عنصر وسيط في الصناعة. ليه بقول عنصر وسيط؟ عشان مدلول الكلمة دي ايجاد فرص عامة. لما تعمل مصانع بتروكيماويات وتعمل مصانع بقى بتاعت الكراسي اللي زي كده والتليفونات والمش عارف ايه والايه والايه والايه، كل دي قايمه عليه. لما تعمل مصانع بتاعت الثروات المعدنيه عندك بس هي محتاجه كهرباء. لما تعمل مصانع بتاعت الاطباق والصحون محتاجه كهرباء. لما تعمل مصانع سيارات محتاج منتجات بتروليه. فكل القصص دي احنا بنقول عايزين فيها ايه؟ ان تبقى الطاقه ومنتجاتها بوجه عام ماده وسيطه لرفع القيمة المضافة من خلال إتاحة فرص عمل. عمر ما حال المواطن المصري ما هيتعدل طول ما أنت بتفكر إزاي تديله دعم أو تحدد له حد أدنى للأجور. حال المواطن المصري هيتعدل لما توجد فرصة عمل حقيقية ينتج منها منتج ذو قيمة ياخد هو عليه أجر مناسب، يعيشه هو وأسرته حياة كريمة، يخلي أولاده يتعلموا تعليم جيد، خليهم يتعالجوا علاج صحيح، خليهم يعيشوا عيشة سوية. الناس في أوروبا بترتب لأجازتها كمان 3 سنين، يعني السنتين السنة دي والسنة الجاية هو خلاص مرتبه. أنا السنة دي مش عارف رايح مايوركا والسنة الجاية رايح اليونان، بس كمان السنة الثالثة بقى أروح فين. وإحنا ما زلنا لغاية النهاردة بنقول إيه؟ إحنا محتاجين ندعم الفقير بكام؟ وبطاقة التموين إمتى هنطلع من المستنقع ده؟ اما تتاح فرص عمل بحق وحقيقي تدي المواطن اجر عادل. احنا النهاردة بنقول الوقود اسعاره غالية، يوم يطلع علينا ناس تانية يقولك بس مقارنة بالاسعار العالمية هو لسه بعيد. طب هل ان احنا بنقبض الناس بالاسعار العالمية عشان نبيع لهم اي سلعة بالسعر العالمي؟ طبيعي لا، لكن ده مش مبرر ان انت تبيع سلعة باقل من تكلفتها تحت الظروف. هل النهارده مكالمات هل اشتراكات المحمول بيدعم لك المكالمه او على استعداد انه يدعمها؟ هل الميكروباص اللي ماشي في الشارع على استعداد انه يدعم النقله بتاعته؟ فده بيخلق ايه؟ تباين في الاسعار، خاصه اذا اعتمدت على ماده تغذيه مدعمه. هتبص تلاقي ايه؟ الاتوبيس بتاع الدولة ب
50 قرش مثلا، والميكروباص اللي بيروح نفس المشوار ب 2 جنيه بس الميكروباص حالته كويسة، والراجل اللي شغال عليه شغال 24 ساعة، والأوتوبيس حالته سيئة، والموظف اللي عليه موظف. طب ليه ما بنحتكمش القوة السي سي بتاع العربية يا فندم؟ هو موظف خد بالك، فبالتالي القصة مش فارقة معاه، كده كده بياخد مرتبه، فما بيدورش العربية عطلت، العربية ما عطلتش، العربية اشتغلت النهاردة، العربية ما اشتغلتش، مش فارقة معاه، ما عندوش حافز، لأن إيه أجره ومردود الشغل عليه مش مكفيه، فبيفقدوا حماس العمل. ولهذا احنا بنقول ان الحل هو ايه؟ ان يكون لديك عمل مناسب يدي لك اجر مناسب يخليك تحيا حياتك. اذا يعني ليك رؤيه حضرتك مع الوزير في مساله الدعم، الطاقه بوجه عام يجب ان تكون مدخل للتنميه المستدامه والحياه الكريمه، مش انها تبقى نكبة زي ما هو حصل النهاردة على الاقتصاد بوجه عام، من خلال حاجات احنا بنروجها اسمها الدعم. يعني بالله عليك انا الدعم ده لو انا اخدته، لو انا رفعت سعر الوقود بسعر التكلفة الحقيقية واخدت الدعم ده كله ووزعته على الناس، مش هوزع عليهم هدايا، هوزع عليهم في مرتباتهم واجورهم، هتلاقي الناس مبسوطة اكتر. بس اقتصاديا انت ما تقدرش تعمل كده في يوم وليلة. ليه؟ لان ده هيعمل لك تضخم في الاسعار. ده انت بترفع سعر الوقود 20% 30%، بتلاقي تاني يوم اسعار النقل زادت 200%، تلاقي اسعار الخضار زادت، تلاقي اسعار الحلاق زاد، كل شيء زاد. ها؟ يعني اذا فكانت القصة انه يبقى فيه تحريك، مش تحريك، ان يبقى في خطة عمل لترشيد الدعم ده، كان اخر حاجة فيها تحريك الاسعار. لكن احنا للأسف فقدنا 3 سنين في الكلام. ليه؟ لان في مجموعة خطوات لازم تتعمل. ايه؟ ان تبدأ بالكروت الذكية علشان تمنع التهريب والسوق السوداء، تقوم توفر 15% من الدعم، ثم تقوم بتحديد كميات معينة هي اللي خاضعة للدعم فقط، وما خارجها يبقى ايه يحرك سعره شوية، ثم تبتدي تعمل تقليص للكميات المدعمة مع رفع لحالة البنية الاساسية والخدمات العامة كلها لازم تحسنها. انا النهاردة لما اجي اقول مثلا ايه، لو انا جيت في السنة الاولى كنت خليت موضوع الكروت الذكية ده وتوفر لي 15% من الدعم، 15 في 20 يعني تتكلم 30 مليار. ها؟ حسنت بيهم حالة المواصلات العامة والقطارات والسكة الحديد ومش عارف ايه، مش المواطن هيحس معايا على طول ان في حصل تحسن؟ تمام. حسنت المستشفيات، حسنت له منظومة الصحة، هيحس ان في تحسن. تمام. فبالتالي لما اجي اعمل الخطوة التانية ان انا احط كميات فقط مدعمة، يقوم يحس لا يا جماعة ده في شيء من العدالة الاجتماعية. لان انت كنت من شوية بتقولي التحكم عن طريق السي سي. تمام. جميل. العربية مثلا اللي 1000 سي سي تحت اي ظروف مش هيصرف زياده عن 200 300 لتر في الشهر، ما يعني يعمل مشاوير يعني. بالظبط. لكن العربيه ال 4000 سي سي بيعملوا 2000 3000 لتر في الشهر. لو انا خليت كميه فقط هي اللي محدده، هي اللي مدعمه، واتكلمنا على الكميه ديت، هي دي بس الكميه اللي احنا هنديها مدعمه، مش انا ابقى كده رعيت كل حاجه. تمام. بس من 3 4 سنين انت وصلت النهارده لنقطة خطيرة جدا، ان الاقتصاد بقى واقف على شفا الانهيار، فمضطر ان تلجأ للقيام ببعض الخطوات مجمعة، يعني ترفع شوية، تحرك الاسعار شوية، وتحدد كميات، وتعمل الكروت، 3 حاجات مع بعض اللي احنا كان المفروض نعمله مثلا على 2-3 سنين قبل ما نوصل لالغاء الدعم العيني اللي احنا بنحطه للسلع ونخليه دعم نقدي للمواطن المحتاج. بس ده الهدف دايما في برامج اصلاح منظومات الدعم اللي هي بتبقى متشوهه بالمنظر اللي احنا وصلنا له ده، ان انت تنقل من دعم عيني الى دعم نقدي في فتره معينه من خلال برنامج محدد، كروت ذكيه، تحديد كميات، تحريك اسعار مع تقليل الكميات المدعمه، ثم تشيل خالص تلغي ده كله ويبقى الدعم عيني فقط للشخص. من خلال تطبيق المنظومه دي انت عرفت بقى مين المحتاج، هو الدعم هيبقى عيني ليه هو شخصيا على الكارت بتاعه. تمام. بكمية محددة.
زي ما احنا عاملين في بطاقات التموين. انا بدعمك في كذا كيلو سكر، كذا كيلو زيت، كذا كيلو كذا رز، واخد بالك؟ تمام. هي السلع الاساسيه، وما عدا ذلك السلع موجوده بره في السوق، فبالتالي ده بيحل المشاكل، ما عادش يبقى في مشاكل. يعني اذا حضرتك ترى ان ضروري دلوقتي السيرف ثلاث منظومات الدعم ده لازم. بس الحقيقه انا كنت لا اتوقع، يعني انا الحقيقه يعني للامانه كنت لا اتخيل ان الحكومه يبقى عندها هذه الجرأه وتقوم بهذا العمل دلوقتي، خاصه لسه رئيس الجمهوريه ماسك من اسبوعين، تقوم انت جاي عامل الاجراء ده. القصه ديت لولا حب الناس وشعبيه السيسي القصه دي كان ممكن تقلب بكلام خالص. بس هو اصبح يعني زي ما بيقولوا دواء لابد منه، صح كده يا معلم زين؟ ده مش دواء، ده عمليه جراحيه بلا تخدير، بس لا لا مفر منها حاليا. انت تخطيت، بص يا حاج، انت تخطيت مرحله العلاج بالاقراص والمسكنات ومرحله العلاج بالمضادات الحيويه ومرحله العمليات الجراحيه اللي بتبنج، ووصلت الى مرحله العمليات الجراحيه اللي بدون مخدر، اللي هي قمه يعني اللي انت هتحس بالعمليه كلها. تمام. من يخرج عليك يقول لك دي ملهاش تاثير، الحقيقه ده يبقى غير موفق. طب ما زال ليها تبعيات المعلومات؟ لازم. يعني كيف ترى برضو في الفتره القادمه تبعيتها؟ يا حبيبي لما اقول لك انا حاجه، لما تيجي الميه تنقطع على حي لمده 3 4 ايام، تلاقي بقالين هذا الحي رفعوا سعر ازازه الميه المعدنيه. تمام. في الحي ده بس. تمام. فده السوق، السوق عرض وطلب. انت بيحصل حاجه، تحريك في حاجه، تك على طول التاني بيتحرك معاك. تمام. انت النهارده حركت اسعار الوقود. شيء منطقي جدا انها تتحرك اسعار بقيه كل حاجه، السلع والخدمات. اللي انا كنت بتخيل ان احنا نكون جاهزين بيه ايه؟ جداول بتاثير الزياده في الوقود على اسعار كل السلع. ودي على فكره حاجه معروفه في العالم، في حاجه اسمها الفيول اندكس. ها؟ فيول اندكس. الفيول اندكس. تمام. الفيول اندكس ده عباره عن ايه؟ يقول لك تاثير الزياده في الوقود بنسبه 10% على الخضار كام؟ على العيش كام؟ على الميه كام؟ على الدواء كام؟ لان انت النهارده لما تيجي مثلا تتكلم على الميكروباص، حسبه بسيطه، لو قلنا ان الاثنين المشوار اللي هو كان بيعمله ب 2 لتر كان ثمنهم 2 جنيه وريال، بقى بيعمله ب 2 لتر ثمنهم 3 جنيه و60 قرش، كلام سليم، زاد 150 قرش على 10 ركاب معايا، يعني زياده 15 قرش. تمام. بس دي الزياده المباشره على الراكب. تمام. هو بقى شخصيا في عليه زياده ثانيه. تمام. اللحمه والعيش والخضار ومصاريف العيال. ها؟ تمام. كام؟ مفترض ان قدهم. بالظبط. فبالتالي انت مش متوقع، لا ينبغي ان تتوقع زياده لما تبقى التذكره مثلا ب 2 جنيه. ها؟ هيزيد عليهم 15 قرش مباشر و15 غير مباشر، فتبقى في حدود 30 قرش زياده، يعني في حدود 15%. تمام. ما تزيدش عنه. تمام. اما الاقي بقى ان التذكره اللي كانت ب 2 جنيه تبقى 4 جنيه، مش عارف غلط. في مبالاه في السعر من شخص بيستغل الموقف، وفي نفس الوقت عدم سيطره وتحكم في السوق من اجهزه القضيه. ان عندي حاجه اسمها جهاز حمايه المستهلك، عندي حاجه اسمها نقابات السواقين، هذه الاجهزه، وعندي حاجه اسمها التموين، وعندي حاجه اسمها مباحث التموين. كل الاجهزه دي كان عندي حاجه اسمها الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وبيصدر بيانات رائعه. ها؟ كل هذه الامور كان يجب ان انا مع بعض كده نروح طالعين بجداول استرشاديه على الاقل، يا مواطنين احنا مع الزياده اللي حصلت.